واش لا اخوان، وصلنا مراكش، لكن غير الحرارة في هاد مراكش. نستريحو فيها حتى لغدا ان شاء الله، ونشدو الطريق للبلاد حتى مازير تاع الحباب. السلام ازول في اللون، ملي خديت باش نهضر احتاريت باش غنبدا. في الاخر قررت نعاود قصتي مع اليوتيوب. حليت هاد القناة من 2011، كنلوح فيها اغاني درتهم انا وصحابي، وبرامج وافلام بدعتهم بنفسي. ما نخبيش عليكم القضية عيانة، كنصبر حتى نعيا ونغبر، بلي نرجع كنمسح ونبدل ونبدا من جديد. حالف نطلع هاد القناة وبمحتوى نقي وديما في تحسن، وهاد الشي ما غاديش يكون الا بالدعم ديالكم. انتم هما العائلة، المفتاح اللي غيساعدني نحققها. اعجاب، اشتراك، تعليق، كلمات بسيطة ولكن سحرية الى فعلتها باختصار. هذا هو اليوم الثاني ليا في مراكش. جينا لمراكش انا باش نستريح باش نمشيو للبلاد، ودرنا معاه واحد مول الطاكسي باش يجي يدينا. دار معنا مع العشرة، ودابا راه تقريبا الوحدة باقي ما جاش. عوض ما نمشيو للمحطة وناخذو طاكسي تما كتسنى في الشمس، وهذا كيكون حتى الزحام. قلنا كنديرو كنتصلو بشي مول طاكسي كنتفقوا معاه كيجي كيدينا من جمع الفنانية. حنا دابا هنا في واحد الاوتيل سميتو اوتيل الفرح، كاين في البرانس، اوتيل زوين وبثمن زوين، هو على شكل رياض والثمن ديالو زوين، وفيه ناس نقيين وعائلات، ماشي من ولا كيكريو ليه. وهذا مكان وحنا مازال كنتسناو باش يجي هاد السيده هذا يتصل بينا باش نمشيو لحالنا. مول الطاكسي داير معنا العشرة، شوف شحال هادي 12:40 تقريبا. مشكله صافي مع هاد الناس ديما كنعانيو. من بعد ساعتين ديال الطريق حبسنا في الدارت اللي كانت عامرة بزاف، تغدينا استراحينا شوية وشدينا طريق تيشك.
بهذا الدراهم؟ 5 دراهم. وشحال من 6 دراهم؟ ها العيد 6 دراهم مزيان. شكرا شكرا. واش انتم عائله وحده اسره وحده؟ أنا انت هي مامتهم ياك؟ مزيان تبارك الله عليكم. ياك العام كامل كتخدموا؟ لا كاين الحركه بعد شويه. كاين الحركه بعد شويه. يلاه دابا مزيان مزيان مزيان. براو شكرا شكرا. معكم السلام. الكولو رومي هو ما كاينش. سكوره سكوره غير سكوره. الخبز بالماء تفرمت خبز يوم زوين ولكن سي بيان دوماج ما لقيناش الخبز. ارنتيني غروم ورتنفي غروم نوي احلام 83 ولكن ما لقيناش هاد العواشق هادو. كينزلوا الناس بزاف في الجنوب كيرجعوا للبلاد وما لقيناش الخبز. يلا رحلة البحث عن الخبز. كنقلبوا على الخبز قبل ما نوصل للدار حيت الخبز ديال هنا زوين. ستاسيون على برا ديال السكورة اسكورن. الا نوت ولوز ولوز اغرب من فور نوت ديال الفران. تاعنا ماوي لاباس بخير شي مزيان تبارك الله على الشيفور ديالنا سي الحسين عبد الرحمن. عبد الرحمن زكي العبدي. العبدي تاع عبدي. يتذكري تخاله ديالنا اسماعيل. اييه حسين محمد. حسين خلينا مليكا. اييه خلينا ياك اسيدي مزيان مزيان. الو ما لقيناش الخبز ديال الفران. ماشي مزيان ايوا هات لك اي احمد رضا لاباس بخير خليك هنا بخير حلوات احمد رضا ها تصور حميته بخير اسم ريان احلى ريان هي تسير انت زربان موسم موسم دستينين اعراب عيد الاضحى. في العيد عندنا الناس كاملين خصوصا في البدايه ديال الصيف كيغسلوا الزرابي كيغسلوا الكرتيه ياك الكواش كلشي الدار كلشي كيسيقوها كلشي كيغسلوا تمارها الفوق ما عرفتش واش كيبان ولا لا الوليد ياك لاباس يا خير لاباس الحمد لله. سنتي زاك تصور ياك خايف احنا الوالده ما لقيناهاش في الدار عند خالي. صباح النور اليوم الثالث في الرحله. اصبحت مدقدق عيان نسيت ما قلت لكم باللي مول الطاكسي هو انسان طيب الله يعمر هذا الشيء هو اللي تطلع علينا وانما واحد الشخص اخر اللي كيصحاب ليا راه هو مول الطاكسي ولكن هو اللي كينسق بيننا وبين مول الطاكسي وماشي مشكل. المهم اهم حاجه اننا وصلنا بخير وعلى خير. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وعواشركم مبروكه.